في التلفزيون تبون دوخه قد بطني يا خويا. لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا نطلبوا له ربي يجيب له الشفاء ويدخل البلاد ويدخل البلاد مطمئنا ان شاء الله. والله يجيب له الشفاء خويا، نفرحوا به. هذا الرئيس تاعنا ما لقاوش واحد كيما كيفاه وكونتر على هاد العديانين. لم يحوسوا على تبون باش يموتوا، باش حنا نطلبوا له ربي يجيب له الشفاء. هذا هو خويا ويدخلنا. وتحيه تبون وتحيه. انا دوك مين شعلت الباهيه وشت رئيسنا في الباهيه، فرحت من قلبي. يقول لي غمو كانت فيا وباين نطلق هذه الزغريطه في خاطر تبون ولا يشافي كتبون. حنا رانا مع تبون وهذه بلادنا، عندنا ولا ما عندناش رانا مع تبون. والله يشافينا تبون يا ربي يا ربي يا ربي، شافينا تبون ان شاء الله باذن الله يجي لبلاده. وما نسوش الارمي تاعنا، العسكر تاعنا وبلادنا ان شاء الله. يا ربي يا ربي، الدمعه سالت لي، الدمعه سالت لي من شت رئيسنا. الحمد لله يا ربي، نحمده ونشكره. تحيه الجزائر وتحيه الجزائر. وانا كي شفنا رئيس الجمهوريه والله لا فرحنا، اقسم بالله لا فرحنا من قلبنا. والله يشافيه والله يطول فيه عمره ان شاء الله. وكونتر على العديان واللي ما بيخلطوا البلاد وكاع تصالح وكاع راهم يديروا في هاد التصالح. والله لا صافي كون بليزير كي شفنا رئيس الجمهوريه. والله يطول في عمره والله يشافيه ان شاء الله. يا ربي الله يشافيه ان شاء الله. تبون ما عنده والو. انا اليوم مش على التلفزيون شفت تبون، ما شاء الله تبون تبون. قالوا مات، قالوا هذاك تبون نورمال ما شاء الله. وعقوبه ان شاء الله نهار يهود يكون خير كيما هاد الساعه. البلاد البلاد ما شاء الله فرحت مي شافوا تبون. هضر معاهم في التلفزيون، نتقدحهم باللي مازالني في الحياه ومازال نادي الواجب تاعي ناحيه الجزائر.